من هو النبي الذي دفنه إبليس حيا؟ إن إبليس هو السبب الرئيسي في إغواء الناس، وله أعوان يروجون الأفكار السيئة التي من خلالها يرتكب الإنسان المعاصي والذنوب، والتي يستطيعون من خلالها أن يكون هذا الإنسان من شياطين الإنس، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ويحل الخبائث ويحرم الطيبات، ويفعل من المنكرات ما ظهر منها وما بطن. ولا يكتفي بذلك، بل يرشد أصدقاءه ومن حوله لتلك الفواحش. وفي نهاية المطاف يقول الشيطان لهؤلاء: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فسيستغني عنكم الشيطان الذي كان يحبب لكم المنكر وينهاكم عن المعروف. فمن هو النبي الذي دفنه الشيطان حيا؟ أول من قام الشيطان بإغوائه هو أبو البشرية آدم عليه السلام، حيث زين له هو وزوجه: إن أكلا من الشجرة فسيكونان من الخالدين، مع أن الله عز وجل نهاهما عن الأكل منها. وقد كان نبي الله شيث أحد أبناء سيدنا آدم، وقيل إنه ولد بعد دفن هابيل ابن آدم. وقد كان النبي الأول بعد موت والده، واختار له آدم عليه السلام هذا الاسم خصيصا لأن معناه هبة الله. وقد اجتمع قوم شيث والشيطان عليه حتى دفنوه حيا، والله أعلم. ومن خلال هذا الفيديو يمكننا التعرف على من هو النبي الذي دفنه الشيطان حيا، وما هي عاقبة من تسول له نفسه ويسير على خطى الشيطان الرجيم، وأن الشيطان سيعترف بأنه أغوى الناس لأنهم ضعاف النفوس ولم يتحلوا بقوة الإيمان، وكذلك أن أول من قام إبليس بإغوائه كان آدم عليه السلام.